الحقيقه استاذ محمد بيتكلم معايا، يمكن انا استرقت النظر كده شويه عشان اشوف بس من قريب طبيعه اللافتات والصور اللي مرفوعه، يعني انك لما تشوف الشعب في الشارع بيرفض وبيقول يعني امني حقوقي حريتي، لما شفت كمان الصور اللي مرفوعه المشير خليفه حفتر والاستاذ عقيله صالح والرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا كان من اعلان القاهره، لما تقول لما كان الرئيس بيتكلم يقول لك الامن القومي الليبي هو امن قومي مصري وهو امن قومي عربي، لما نقول انه الدول العربيه ولما تقول ان مصر الشقيقه الكبرى وليها ثقلها في المنطقه وليها كلمتها وليها رؤيتها، لما تتكلم مع دول عربيه شقيقه المملكه العربيه السعوديه دوله الامارات وي 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 وكتير وكتير من الدول، انه ده يعني الثقل، انه مع اطراف اقليميه بتتدخل وعايزه تقسم وعايزه تتزعم، كنا بنسمع تصريحات مؤخرا يعني بيتكلموا احنا نقسم نفط ليبيا ازاي، البترول في ليبيا ازاي، كانه ليبيا مش موجوده ولا الشعب الليبي موجود، اللي هو مين ياخد ايه. فلما بنقول انه وفكر حضراتكم كده من كام سنه انه احنا اولى بهمومنا وبشؤوننا وبازماتنا، الدور العربي الدول العربيه الكبرى الدول اللي ليها رؤيه اللي ليها كلمه اللي تعمل اختلاف اللي في المعادله الدوليه يعني يبقى ليها كلمه تحترم، هنا ده شيء مهم لانه ده امن قومي العربي. احنا شايفين دلوقتي ايران، شايفين تركيا، شايفين اطماع، شايفين تفتيت، شايفين ازمات، شايفين سوريا، شايفين العراق، شايفين اليمن، شايفين ليبيا، فان تكون الدول العربيه موجوده وقويه وندعم بعضنا بعض في الوقت ده، يعني اتفاقيات كثيره، ولما كان الرئيس بيتكلم عن دور جامعه الدول العربيه واتفاقيه الدفاع العربي المشترك وقلنا الجيش العربي، يعني كلها كانت احلام وطموحات بس مطلوبه في ضوء الأطماع الموجودة عندك ومحاولات تقسيمك ونهب ثرواتك ومقدراتك. احنا معانا على تليفون المحلل السياسي الليبي أستاذ رضوان الفيتوري، برحب بحضرتك معنا سيد رضوان، مساء الخير سيد رضوان، مساء الخير يا فندم. أهلا تحية لحضرتك أستاذ المشاهدين. يا أهلا وسهلا بحضرتك، عايزة أخذ حضرتك أو تكلمنا تحديدا عن البعد الدولي، إزاي هذا التطور على الأرض في المشهد الليبي، لأي مدى هيلقي بظلاله أو هيكون في تحركات دولية؟ طبعا إحنا شايفين تصريحات لكثير من الزعماء وأوروبا وأمريكا وما إلى آخره، لكن كلها زي ما بقول على استحياء، إن إحنا نرفض ولابد من حل المشهد، لكن بدون تصدي للدور التركي. يعني خلاصة وبلهجة العامية سيدتي كما نقول من الآخر، يعني المجتمع الدولي يا فندم، المجتمع الدولي متوافق تماما مع هذا المعتوه العثماني. قرابة سنة ماذا أخذ من الاتحاد الأوروبي؟ ماذا أخذ من الأمم المتحدة؟ ماذا أخذنا من إيريني؟ ماذا أخذنا من الـ من الـ من المبادرات السياسية التي من هنا وهناك طيلة سنوات وسنوات يا سيدتي؟ لم نأخذ سوى إطالة عمر الأزمة، تدوير الأزمة، تمكن اللصوص والإرهاب وهذا العثماني بالمشهد الليبي أكثر وأكثر. إذا وهنا سوف أتحدث على المبادرة المصرية، لكن دعيني أقول في هذه الجزئية تفضلي فندم، أن الذي يعول على المجتمع الدولي فخاب مساه اكيد، الذي يستعين بالغرباء لحل مشاكل بيته فلا بيت له اصلا. حل مشكله الليبيين لا يتاتى الا على ايدي الليبيين. لماذا هذا الزخم الدولي الان وهذا الرفض الامريكي؟ يعني لا يعقل سيدتي ان يكون هذا العثماني قرابه اكثر من سنه وهو يعني يرسل الى ليبيا الاف قطع السلاح والمدرعات العسكريه والصواريخ وحوالي اكثر من 20,000 مرتزق، لا يمكن الا يكون بتواطؤ من الولايات المتحده، وهذا الشيء الاتراك نفسهم صرعوا فيه. الان لماذا تغير هذا الموقف الدولي؟ تغير لثلاث اسباب يا سيدتي، لا ادري اذا كنت حضرتك تسمعيني. طبعا بس ما سمع حضرتك يا فندم، تفضل. حضرتك بتتكلم على تغير الموقف الدولي نتيجه ليه؟
لثلاث اسباب سيدتي في غايه الاهميه. تفضلي فندم. السبب الاول مبادره سياده الرئيس السيسي في القاهره. اعلان القاهره. حقيقه هذه المبادره، نعم اعلان القاهره، هذا الاعلان هو يتضمن كل ويلخص كل الاعلانات السابقه وكل المبادرات السابقه، وهو المطالبه الحقيقيه للشعب الليبي وللجيش. هذا رقم واحد. رقم اثنين ايضا الكلمه الجاده والواضحه والصريحه جدا للرئيس السيسي كانت مسجله تماما. رقم ثلاثه وقد يكون هو رقم واحد حقيقه، هو تمركز الجيش العربي الليبي في سرت. ماذا يعني سرت؟ يعني وسط ليبيا، يعني الموانئ والحقول النفطيه، يعني الذي يسيطر على سرت يسيطر على ليبيا بالكامل. عشان كده الرئيس قال سرت والجفره خط احمر. الفراغ. بالضبط يا استاذه، هذا التمركز لم ياتي من فراغ، هذا التمركز لان الجيش استنفذ في محاور العاصمه وهؤلاء المرتزقه يتخذون من المدنيين كدروع بشريه. اذا الان حرب مواجهه، حرب صحراء، والجيش الليبي ادرى بصحراء بلاده. طيب شايف السيناريو القادم يعني طبيعه التحركات او يعني في ضوء ردود الافعال الدوليه والامر الواقع على الارض دلوقتي في ضوء التطورات الاخيره، السيناريو القادم يا فندم؟ يا سيدتي صرنا ندرك عيانا ويقينا ان المجتمع الدولي يقول شيء وتحت الطاوله شيء مناقض له تماما. اذا سيدتي اذا الرهان على اراده الشعب الليبي فقط لا غير. او هذه نقطه سيدتي، ودعيني اقول لاسبوعي. تفضل فهم. الان المعركه الفصلى، المعركة الكبرى، معركة وطن أو لا وطن، ليبيا أو أردوغان، هي معركة سرت، معركة سرت الكبرى. هؤلاء لا يفل الإرهاب سوى الجيش، لا يفل هذا المعتوه سوى الجيش، هو لا يفهم بلغة الحوار. ثم عن أي حوار أو أي مبادرات سياسية نتحدث وبلادي محتلة، آلاف المرتزقة في شوارع طرابلس. إذا عن أي حوار نحن نتحدث؟ طب معلش نقطة أخيرة يا فندم، أنا آسفة على مقاطعتك، بس نقطة أخيرة لما حضرتك اتكلمت على إن الرهان الجيش الوطني الليبي، لأي مدى المشهد اللي إحنا بنتكلم عنه والحراك الموجود في الشارع الليبي النهاردة، لأن كان البعض بيشكك في مدى شرعية الدور الذي يقوم به المشير خليفة حفتر، لأي مدى إن ده هيكون عامل مهم أو ظهير شعبي للجيش الوطني الليبي وعلى رأسه المشير حفتر؟ نعم يعني رأينا جليا هذا التحرك اليوم في ساحة الكيش في مدينة بنغازي. هذا التفويض المباشر، يعني سيادة المشير خليفة حتى سيدتي، دعيني أوضح نقطة في غاية الأهمية. قبائل برقع، قبائل المنطقة الشرقية، طبعا وباقي القبائل، لكن قبائل برقع مخصوصا، دفعت بآلاف وآلاف من أبنائها شهداء. هل كان المشير يرغم أحد للدخول للمعركة؟ هم يا سيدتي مقتنعين تماما بسيادة المشير وبأنه رافع راية الوطن وبأنه منقذ الوطن. لا أحد يستطيع إطلاقا أن ينافس سيادة المشير خليفة حفتر بالتفويض الشعبي، رجل الشارع العادي في اقصى الغرب او اقصى الشمال او الجنوب، يدين بالولاء الى سياده المشير. وصلت يا فندم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سيد رضوان العطوري المحلل السياسي الليبي.